يوم تقرر أيضا مضاعفة حجم الجسر الجوي إلى 3 أضعاف، وبالتالي احنا بنتصل طائرة كل 48 ساعة، سيصبح الحجم الإجمالي الذي أبلغت به حتى الآن وهو في ازدياد. يعني ما أقوله الآن هو الحجم في هذه اللحظة هو عبارة عن 210 طن، تشمل أولا مواد غذائية، ثانيا طحين، ثالثا بعض المواد الإغاثية للمتضررين، أشياء للمنازل وللنوم وكذا، للأماكن الإيواء للمتضررين. هذا الإسهام تسهم فيه أيضا إلى جانب الحكومة المصرية، وصلتنا إسهامات من الهلال الأحمر المصري، بنك الطعام، بنك الكساء، الجمعية الشرعية، جمعية البر والتقوى، مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مرسال. ما أريد أن أقوله أن الكل حاضر في لبنان، لبنان في قلب كل مصري. و جراح مصري من كبار اساتذه الجراحه، يعني منهم مثلا رئيس قسم الجراحه العامه بالطب القصر العيني ورؤساء اقسام الجراحه، سيتواجدون لمده شهر في جامعه بيروت العربيه، التي كما تعلمون هي رمز العلاقه والحضور المصري بجانب الاشقاء في لبنان منذ 60 عاما. يصل سيتمركز بها 20 جراح مصري من كبار جراحي مصر لتقديم الخدمات متبرعين إلى الأشقاء في لبنان. يبقى إذن الجسر الجوي بكل بمراحله الأربعة، هناك وصول الجراحين وتمركزهم في جامعة بيروت العربية، وهناك ثالثا الجسر البحري بمواد المساعدة في البناء، وهناك أيضا ما أعلن عنه السيد الرئيس من إعلان نصر الإسهام بإصلاح الكهرباء وبإصلاح الميناء وبتقديم كل الخبرات المصرية. وسيتم الإعلان خلال الأيام، يعني مش الأيام في الحقيقة، خلال 24 ساعة القادمة سيكون هناك إعلان آخر كبير. شكرا جزيلا لكم.